another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Forza se mbaqdish, nafida la kuna tibda, atamfida tawziah na khmata khmjaza, wala forza khtir al mustaqbal jibis, forza laab, aw mimkum ala sura, yani kidi khalas muazzam sifi yasuf, kien wahdu tariq na khmata khmjaza, min al mugadi, forza se mbaqdish, tariq arri wa khala ayman, forza se mbaqdish, imarra nishiq khaturi, yakhsuf, yakhsuf yasmas. مرتضى بغديش حاول يلعب واحد اثنين عمرين الغول التوزيع البحر في فيه بدا يوصل فيها الكرة يساوي بكا لناها في الكرة ومرتضى بعداش يلقطها فيها برشا صنعة لا تفتح النتيجة خليفي يحاول يوزع والتدخل من حسام الدين الطفوبي استفادات ترجع ليا لاعب هادي خلفه او مرتضى بعديش توزيع ليا قلت هذه المباراة هداف للمنتخب ريدي بيكيبس الشيخ هاتوري قلت ما عندوش رشيد باش شجرات نسق على بطولة بالنسبة لمستقبل جيبس وفي التمرير الممتازة مرتضى بعديش يحاول يوزع والتدخل موجود من سيفة لمستقبل جيبس والباب غراب مع بلال العيفة يدخل منطقة الجزاء والباب غراب التوزيع والتدخل من فاروق بن وصفة يتدخل فاروق بن وصفة في اللقطة الأخيرة ومختار دبون يوم الثلاثاء يعني صح عديد النقاط الاستفهام علاش نهار ثلاثة يكون موعد الديربي وعليه الكرة اللي الرقم 31 في تشكيلة هذه خلفة دفاعية في مناطق مستقبل جيبس بلال العيف يقص الكرة تعود من جديد لمرتضى بعديش ما فماش تسلل توصل مدينة دبون في حمزة لطيف ومرتضى بعديش مرتضى بعديش التمرير لبولبيب غراف بولبيب الأولى صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي ومستقبل جيبس أسامة الحديدي أسامة الحديدي وتماس للدوري لمرتضى بعديش مرتضى بعديش يحاول يمرر لباسيرو ديمبيلي هادي خلفه ايمن الدراج عبد الحليم الدراج يرفع الكرة ويخرج الحارس مع تعود عند مرتضى بعديش يشوط كرة ممتاز تسديدة قوية من مرتضى بعديش والحارس يتألق تغييرات في كل اللقاءات مع الافريقي كان ضغط وصلت عليه في مباراة النادي المنزرتي الفريق الام وانا حكيت على وضعية مستقبل جيبس اللي يحاول من خلال هذا العمل الهجومي مباشرة لفرض وسيم ناطر كرة زهير الزبدي زهير الزبدي بليل الخفيفي ربع ساعة الأول الشوط الأول تم هدف إلى حد الآن لزهير الزبدي اللاعب والكرة من جديد للافريقي نديم الثامن يتفادى الهدف الثاني لزهير الزوادي ونديم في اول لقاء في الاياب والملعب التونسي ضم قد يكون في اخر الموسم النجم الى نخبه في شهور